يسعد مساءكم من جديد، وشكرا الى زميلنا علي زنقنا. ما زلنا مستمرين مشوارنا الصباحي لسماعات زاكروس، وهذه الفقرات يا هلا بالضيف. دائما شاشه قناه زاكروس الفضائيه تحرص على انه تهتم بالطاقات الشبابيه بمختلف المجالات. اليوم معانا موهوب ومبدع ايضا، والى اعمال كثيره راح نتعرف عليها وعن اعماله وعن حياته، عامر نفع. يا مساء الخير، يا مساء العافيه. مساء الخير والعافيه عليكم وعلى مشاهديكم الحلوين. مساء الخير والعافيه عليك. مساء الخير. بداية اليوم خلينا نتحدث عن موضوع الطاقات الشبابية. الموهوبين هذه بالفطرة تكون، لكن اليوم اللي درس وسقل موهبته أيضا لابد أنه نحرص على أنه نهتم به ونعرف هو شوين حاب يكون. فاليوم الطاقات الشبابية هي بين مهملة ومدى تحظى بالفرصة. برأيك أنت هذا لازم يكون اهتمام شخصي حتى تحصل على الفرصة المناسبة للطاقة اللي تملكها والموهبة اللي بداخلك حتى تقدم بطريقة صحيحة، أو اليوم الوسط الفني هو لازم اللي يقدم لك الفرصة ويحتضنك؟ بصورة عامة يعني احنا كنا عارفين انه الدراما بفترة يعني مرت بظرف كل الصعب اللي هو من تقريبا 2011 لحد 2015 تقريبا 7 سنوات 8 الفترة اللي راحت، فهذا كلش قلل من فرصة الشاب والممثل العراقي. وبنفس الوقت انه هذا الموضوع هو يحددك انت كممثل، لازم انت تشتغل يعني او تشتغل على نفسك على مود يعني تحصل الفرصة، لان مستحيل واحد يكون مستحيل بس يعني. مقاطعة صغيرة، انت حضرتك كم مواليد؟ انا 96. 96 ما شاء الله، لانه تتحدث على عمر يعني سنوات عمرية معينة للمسيرة المهنية والفنية للأعمال الدرامية العراقية، يعني انت من الصغر متابع؟ طبعا. طيب انا يعني احنا من دخلنا بهذا المجال لازم نتابع، لازم نشوف الأعمال اللي سابقتنا، لازم نشوف الممثلين اللي سابقينا. فبنفس الوقت قلت لك انه لازم انت كممثل تجتهد وتشتغل على نفسك على مود تحصل هاي الفرصه، لان يعني مستحيل تكون كسول وقاعد وما تشتغل او تجيك فرصه. مستحيل. يعني هذا الاخفاق يكون شخصي وقله الفرص. طيب. اليوم عامر نافع يعني دعنا من الاسئله التقليديه، منو عامر نافع؟ شلون بدا عامر نافع؟ انت عندك اعمال بالمسرح، 7 اعمال او الى 6 اعمال من ضمنها جاد، وانت وين تشوف نفسك اليوم؟ تشوف نفسك بالكوميديا ولا تشوف نفسك بالجاد؟ كممثل انه لازم اشتغل كل شيء، بس بنفس الوقت اكو توفيق انت كممثل تشتغل على نفسك، تشتغل شلون توصل للشخصيه، شلون تطبلها، شلون تصير الشخصيه مالتك وتحس بيها انه هي طالعه من عندك حقيقيه. فاني يعني اشتغلت تقريبا 7 إلى 6 اعمال مثل ما ذكرت، بس توفقت بالجاد اكثر من الكوميديا، بس مو معناها انه انا سيء بتقديم الكوميديا. هذا جواب الدبلوماسي. بس انت كاركتير مالتك كليه الكوميديا، يعني دل انه انت هسه حركاتك حتى دخلتك يعني قبل شويه بالكواليس دخلتك انه كلها حتى تعاملك بالهاتف تشوف روحه خفيفه. اي صحيح. يعني انه انت طبيعتك كوميديا، يعني انت تتصرف بطبيعتك. لو عاده ما يكون الفنان مثلا يتصرف بانه شلون نقول يتحرك انه نقول احنا يتصنع، اكو تصنع عندك؟ لا هذا اني يعني هذا يعني بالبيت بالشارع واصدقائي، يعني هذا انا، هاي طبيعته. اي بالتالي انه الفنان يعني لازم يكون ورا الكاميرا شيء وقدام الكاميرا شيء ثاني. اكيد طبعا بالنتيجه هو لازم يمثل الدور. اليوم برايك منو الاعمال الاصعب تقديمها، الجاده او الكوميدية؟ يعني اللي تحس الاصعب لكن الاسهل لك. الاصعب والاسهل هي يعني الدور اللي انت تاخذه. من رأيك الأدوار الكوميدية أصعب أو الجادة، وإلك الأسهل بتقديمها؟ يعني هو ماكو صعب وسهل، أكو شخصية مركبة وأكو شخصية، لكن الفنان يقع على عاتقه تقديم الدور بشكل مؤثر. إذا بالضبط. كان كوميدي لازم يعيش الشخصية، لكن أكو شخص يقدر يعني يعني يرهم إلى أنه يتلبس الشخصية الكوميدية يجيدها، أو أكيد يجيدها، لكن أيضا أنه يرهم له أنه ممكن يكون كوميدي أو يكون جاد. أنت اللي أكثر اللي يرهم إلك وتقدر تبدع بتقديمه وتوفق بتقديمه أيضا. أنا اشتغلت كلش هواية، يعني أعمال مسرح، وشاركت يعني المهرجانات، وصلت يعني شاركت مهرجان قرطاج أيام قرطاج المسرحية. نعم. أو شاركت قبل سنة تقريبا بأيام المسرح التونسي المحترف. أوكي. أو يعني توفقت بالجاد أكثر. قرطاج مال المغرب؟ أي مال تونس. نعم. أيام قرطاج المسرحية 2016 يعني كان ساعة مسرحية كاملة على الستيج،
مسرح الفن الرابع اللي هو يعني المسرح الاساسي شلون عندنا احنا المسرح الوطني. هذا كان بدعم شخصي لو اكو دعم من قبل الحكومه؟ لا، كنا فرقه مسرح بغداد للتمثيل. كان عمل مسرح اسمه ستربتيز، انعرض على المسرح الوطني تقريبا خمسه ايام، او يعني صارت لنا دعوه انه نشارك يعني ضيف شرف ونمثل العراق. العمل من اخراج علاء قحطان وكتابه مخلد راسم الجميلي ابن الاستاذ راسم الجميلي الله يرحمه. الله يرحمه. اي وتوفقنا، كلش توفقنا به، ويعني اصدقاء كانوا زينه وقدمنا شيء يعني يفرح. نعم، عماد، يعني اكو مساله يعني اليوم يمكن الاغلبيه شاهدك يعني برنامج كمامات وطن، يعني شاهدك بالحلقه مال طابق 15، يعني انه تقول انه اكو بعض تعاطف مع هذا المسلسل والبعض الاخر ما تعاطف ويا هذا المسلسل. اليوم احنا انه كيف رايت نفسك يعني انه بيظل انه قدمت انت حلقه واحده منها يعني كانت هي الحلقه الاخيره قدمتها، كيف انعرض عليك اول شيء العرض يعني بالبدايه، وكيف كانت دور شخصيتك فيها؟ شخصيتي يعني هي الحلقه بصوره عامه مكتوبه ومحبوكه بصوره زينه، كاتبها مصطفى الركابي، تحياتنا له. شخصيتي يعني كانت شخصيه الشاب اللي هو اصلا يعني رايح للوطن، رايح اللي ما مستفاد اي شيء، بس يريد يسوي شيء، يريد يشارك، يريد ينقذ، يريد هوايه هوايه عنده عطاء بداخله. نعم. فاحنا يعني انا كان شخصيتي مال شخصيه شهيد. ومو بس كمامات وطن، انا عندي عائله خارج التغطيه انعرضت برمضان، كانت بطولتي 30 حلقه بشخصيه مالك وتوفقت بها. يعني الاصداء كانت زينه والحمد لله والشكر. ان شاء الله. عمرو، اليوم نشوف كثير من الطاقات والمواهب الشبابيه اليوم لكن ما عندهم الطموح انه يطلعون خارج حلقه يعني ينعرفون على الصعيد العربي، لكن مجرد انه يريدون الاجتهاد والطاقه كلها يصبوها انه فقط على مستوى العراق. هل برايك الطموح المحدود هو اللي يحجم الموهبه وما يخليها اصلا توصل حتى للمحليه؟ يعني احنا شباب بصوره عامه هذا الجيل كلش طموحنا يختلف عن الجيل اللي قبلنا. احنا من يعني من اي ناحيه؟ يعني نريد نوصل لان بدينا نتابع. اي طبعا. أوكي. بدينا نتابع، بدينا نشوف الافلام، بدينا نشوف السينما الامريكيه، بدينا نشوف السينما التونسيه والمغربيه. اي طبعا هوايه. أيه. نشوف التطورات اللي تصير بالتمثيل. فاحنا مو طموحنا يعني محلي، لان محلي كل السهل انه انت يعني تشتغل ببلدك وتوصل شيء. يعني تقول سهل، لكن اليوم كثير من الشباب اللي هم محترفين ومبدعين بتقديم كافه الادوار، لكن هم ما ماخذين فرصه بأداء على المسرح، مو فقط بعمل درامي. هذا يجي من الاجتهاد، من اجتهاد كشاب ذكرت لك انا. لان مستحيل واحد قاعد بالبيت وكسول وما عنده اي تجربه وما عنده اي اطلاع وما مسوي شيء هو بحياته اليوميه. فهذا يجي من اجتهادك انت، فتتقدم لك الفرصه. نعم. لازم تستثمرها، العفو، او يعني تقدمها بطريقه زينه. يعني اليوم حتى ثقافه، لانه اذا تحدث عن ثقافه المجتمع وثقافه الشباب، تبع موفيزلاند، ايجي بيست، يعني اليوم يعني مطلع على المسلسلات الاجنبيه، مطلع على السينما الاجنبيه، يعني اليوم هاي الذائقه. وللاسف الشديد انه نرجع انه للكاتب العراقي، يعني يحمل كتابات مرات تشوف انه كتابات بها نوع من انواع السخريه، انواع من انواع حتى الالفاظ اليوم تغيرت، يعني الفاظ يمكن انه اليوم يعني هسه كذائقه انه كعائله عراقيه يقول لك انا ما اطلع عائلتي انه اخليها تتفرج في مسلسله معينه او تتفرج لها في برنامج معينه، ممكن يحمل هذا البرنامج يحمل بشار وغلط، يعني اليوم ليش شنو سبب هذه الرداءه؟ يعني اليوم اصبح الشاب هو من يقيم، يعني انسان اعتيادي يقيم، بدا يقيم مسلسلات عراقيه، يقول احنا ليش ما نوصل للقمه العربيه، مثل ما تحدثت هسه قبل شوي هبه قالت اليوم احنا ليش ما نطلع عربيا، يعني اليوم الفنان ليش ما يكون انه طموحه يوصل عربيا؟ ليش ما انه الطموح مقتصر فقط انه هاني فقط انه انا اقدم للعراق اشتهر بالعراق وراها انه افكر اشتهر عربيا؟ زين ليش ما انا انه من اول باي انه استيب انه اريد اخليها الانطلاقه ما تكون عربيه؟ هو انت لازم تاسس هنا اصلا، لان هذا بلدك. طيب هويتك هنا بلدك انت، من تسوي الاشياء اللي يعني بس غير اسسها بشيء صحيح؟ طبعا لازم تاسس غير بشكل صحيح، العادة شلون توصل؟ اي انت من تاسس انت بلدك اوكي وتنطلق انطلاقه زينه اوكي، فانت يعني اكيد راح تغير، راح تقول انا لازم اوصل، لازم يعني لازم اصير عربي، اصير نجم معروف، يعني غير لازم ستيب باي ستيب. اكيد. بالتالي عفوا قاطعتك، ذكر الشغله كلش مهمه حضرتك اللي هي الكتابه.
احنا عندنا مشكلة ازلية بالكتابة. كتابة بالكتابة السكتشات حوارات السيناريوهات. هاي المشكلة اعتقد انه هي تجي من الكاتب نفسه لان هو مغلق على نفسه فيبقى بعيد الحوارات ما اعرف شنو. انا مواجهتها هواي يعني. هسه احنا اذا طلع واحد يقول لك كنا مثل ما هاي سوى السكتشات عليه يعني هل معقول يعني انه خلصت المفردات؟ هي نفسها تنعاد يعني. وهي تلقاها نفس الشخص يعيدها بأكثر من فكرة. صار وياي موقف مثل مشهد بالمطبخ طلعت مثلت على الدرج قلت له مو نفسه؟ قلت له مو نفسه هذا؟ اي والله هذا يعني. اليوم الفنان هل بإمكانه أنه يأثر على الكاتب بتغيير السيناريو؟ أو لازم أنه خلاص المقدم لك تقدمه حتى ما تضيع الفرصة من عندك؟ أو تتحمل إضاعة الفرصة لكن تقديم محتوى محترم؟ يعني هو الممثل بكل صراحة الممثل من حقه انه يتدخل بالاتفاق بس مو معناه يغير محتوى الجمله. لكن اليوم احنا نشوف بالحديث خلينا نتحدث اليوم عن المسرح العراقي. اصبح مكان من اعظم المسارح واقدمها وكان يقدم اعمال حقيقيه تحمل رساله حتى اذا كانت كوميديا لكن تحمل محتوى وايضا ماده تقدم الى المتلقي. اليوم كانت حتى العوائل العراقيه تاخذ العائله باكملها وتحضر حتى يشوفون مسرحيه. انا اذكر مسلسل اي كانت مسرحيه بيت الطين اذا تذكروها قديمه كانت مسرحيه شعبيه بيت وسبع بيبان مسرحيه شعبيه لا. عراقيه. رايك اليوم بالمسرح العراقي شنو اللي دا يقدمه؟ وتحدثنا عن اول تجربه قدمتها انت على المسرح. المسرح العراقي يعني يمر بازمه كلش كبيره. طيب وين دور الشباب اليوم بعد؟ وهاي الازمه المشكله مأثره على الشباب. هي مأثرة عليهم لأن ماكو فرص، ماكو شركات إنتاج، ماكو 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 مؤسسة فنية يعني تستثمر شاب وتقول له تعال هذا المكان لك، هذا سوي بيه مسرح، هذا اكتب. لأن الشاب هسه عنده قدرة يكتب ويتحرك ويسوي تمارين وبروفات ويروح ويجي، ورغم كل هاي الظروف هو ما موفر له أي شيء، لا مؤسسة لا وزارة لا شو اسمه دارة السينما والمسرح ولا أي مؤسسة. بالتالي هذا يأثر عليك أنت كشاب. يأثر هذا يدفنك يبقيك ما يحركك. بس ذكرت قبل شوية أنه هذه اجتهادات شخصية. أي اجتهادات شخصية بس بالتالي أنت تحتاج الدعم. أكيد. الدعم المعنوي الدعم المادي. لأن المسرح ست يعني أقل بروفة يعني أنت إذا ردت تطلع بعمل مسرح جيد جدا لازم أنت عندك ست أشهر. مستحيل 4 أشهر هاي بالمشكلة، 6 أشهر متمرن تمرين حقيقي وبرافات حقيقية وأنت لازم تكون صادق. هذا تحضير للمهرجان؟ لا هذا تحضير العرض مسرحي. لعرض مسرحي واحد؟ طبعا هاي. المسرح احنا مسرح احنا بيوم وليلة. ها؟ احنا نتدرب بالليل لا ونعرض العصر. إذا مو أثناء التصوير يعني. اشتغلت أول تجربة إلي كانت يعني بمعهد الفنون الجميلة. كانت بطولة يعني تقريبا هم 45 دقيقة مسرحية على المسرح. هاي أول تجربة لك؟ أي مسرحية المجلة توفقت بها كلش والحمد لله يعني صارت أصداء زينة كشاب لأن الشاب أول ما يطلع بعمل مسرحي تجي يجي مخرج يشوفه يجي أكبر منه يشوفه لأن المخرجين لازم يبحثون عن الشباب لأن مستحيل أنت قاعد يعني كمخرج ما يشوف عمل مسرحي بشاب يعني لازم يجون يشوفون. فتوفقت بي ويعني اتاحت لي الفرصه انه اشتغلت عمل بالمسرح الوطني اللي هو نفسه ستربتيز اللي سافرت بي وكانت يعني تجربه زينه. نعم يعني انت ذكرت انه مشاركتك بمهرجان قرطاج لتونس مدار ساعه اكيد وياك زملاء حاليا عندك تواصل وياهم؟ مثلا هم وين وصلوا هسه حاليا؟ تابعهم؟ اي متابعهم وياي الفنان يعني الكبير احمد الشرجي وياي ممثل شاب وسام عدنان وهند نزار تحياتنا يعني تحياتنا للكل وممثل شاب اسمه ياسر قاسم يعني علاقتي طيبه يعني نتواصل احنا يعني مو كلش يعني احنا عندنا اعمال نقدمها ويعني نكون قريبين من بعض خاصه بايام البروفات لازم تصير روح وحده يصير بيناتنا كيمياء نتواصل صح نتخابر نكتب بالليل نطور المشاهد نضيف مشاهد نغير الحوارات يعني صار هاي الود بيناتنا بس يعني من يخلص العمل المسرحي ونطلع من المسرح ويعني مو معناها باي 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 لا يظل هذا بينا الود لابد نلتقي بعمل مسرحي ثاني. نعم طيب من هو عرابك من الفنانين العراقيين والعرب؟
أنا يعني من صغري أحب الفنان القدير الله يرحمه عبد الخالق المختار. الله يرحمه. أحبه كلش يعني. كنت أتمنى هو عايش هسه على مود أشوفه شو يسوي بهذا الفضاء. بهاي 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 كم بهاي الكمية مال الدراما. نعم. أحب أشوفه. هواي فنانين عندنا. هواية بس أنا يعني ما للأمانة. حافظ له شي دور؟ بما أنه أنت تحبه. يعني حافظ له أمثله؟ أي. لا. لعد. لأن هو عبد الخالق وأنا عامر. لكن ممكن أنه تجيد الأدوار اللي قدمها. بما انه انت يعني هالقد متاثر بيه لو ما تحب تحب انا مو متاثر بيه انا احبه هو التاثر بالشخص هو يعني انت حبك له هسه احنا شباب احب طريق العفو احب طريقه تمثيله احب ادائه احب اشياء اللي يسويها بالتمثيل احس اشياء كلش حقيقيه طالع زين اعطينا هسه احنا نريد تعطينا جاد حوار جاد تعطينا حوار كوين هيك هيك راح اسولف لك موقف يلا يوم من الايام انا بالسيطره يعني بالعفو بالسياره فتت بسيطره بابو نواس فعرفني قال انت مو شيء قلت له اي هو انا بدي اطلع انا ازدحام وحاره الدنيا ما شنو قال تقدر تمثل لي قلت له راح اسالك سؤال قال لي قلت له تقدر ترمي لي انت مو جندي يعني هيش الموضوع يعني لازم اساني تقول لي تقدر تقدم لي انا بدي اقدم لك لا مو انت يعني كورد يعني زين هسه كوميدي شويه اشياء كوميدي طينا شيء فد حوار يعني يعني ما ترهم يعني ما تصير هيك لازم تحضير ولازم انت مو مقدم ادوار كوميديا يعني هي مشتغل عندي برنامج قدمنا فشي هيك حتى نطلع من الروتين انا لا عندي برنامج اسمه حكي زايد من انتاج شركه ولايه بطيخ اخراج امير ابو طبعا اكيد تحياتنا لكل فريق ولايه بطيخ يعني برنامج توفقت به واحنا كنا توفقنا كشباب مسرحيين وياي زيد الملاك او حسن جغيد اللي هو تحرير الاسدي كاتب ومسرحي ومخرج اكيد تحياتنا للزميل يعني سوينا اشياء يعني اللي هسه قدم لي اشياء يعني ترى لازم تخلينا يعني لازم هذا الخجل والعيون راحت لا لا مو خجل مو عيون والله يلا قدم لنا شيء كوميدي لا مو هيك لا زين لا هو سمير اللي يقدم خليني شوي ندخل الخصوصيه يلا كمل الخصوصيه خلينا ندخل المعهد شلون علاقاتك كانت بالمعهد يقولون علاقته قويه بعلي نجم علي نجم المطرب اي كانت علاقه يعني احنا كنا ثلاثه اربعه اني وعلي نجم واموري وكرار الطيب الله يذكره بالخير سافر هسه بالنمسا يعني علاقاتنا زينه كانت بالمعهد يعني ود وتواصل وما اعرف شنو وفن ومسرح وطني ومهرجانات يعني علاقه طيبه ولحد الان يعني تواصل ويا امور وعلي نجم وكرار والاصدقاء بالمعهد والمعهد يعني ضاف لنا هواي اشياء كلش هواي اشياء علمنا شلون نحب شلون نتمرن شلون نتابع هواي هواي يعلم المعهد يعني هسه احنا بدنا نشوف شخص هذا وكلش لطيف وودود لكن بالكلية احنا عرفنا انت عصبي ومعذب اصدقائك وشوي شرير مو شرير حساس وهاي الحساسية اللي عندي تطلع الحساس يكون هادئ اي هادئ اني عصبي قلنا لا يا هادئ اني عصبي بلحظة وهادئ بلحظة يعني اني هيك وكل تعاني مني حتى يعني امي ولا اكيد تحية وابوي اي يعني هم يعني الداعم الاول لي عائلتي الشجرة اللي طالع منها اني واسف يعني اي والله زين عائلتك من ضمن الهم دعموك فيما يخص الفن يعني انت تقول انه اهلي دا يدعموني فانه نادرا ما تشوف انه فنان بداياته تلقى اهله داعمين يعني غالبا من يذكرون انه مرحله انه بدايه اكتشافه من الموهبه يقول لك انه انا اول ما بديت انه حسيت نفسي انه انا اريد امثل بدا ابوي يمنعني صحيح فيقول قمت من وراء اسوي وما زلت الى الان اني اسمع هذا الشيء من صحيح. بعض الفنانين يقول من وراء اني قمت انه اروح اسوي بروفات واسوي هاي صح. بدون هو ما يدري هو هذا الموضوع كلش مهم انا من يعني من عائله متحفظه جدا وبعيده عن الفن هواي واجه صعوبات مع العائله نفسها مع العائله ومع الاصدقاء ومع المجتمع ومع كيف دعمك العاد ما شافوني اقدم فن حقيقي يعني هم البدايه واجهت هذه الصعوبه طبعا هوايه يعني شنو انت شعرك وما اعرف شنو هاي التفاصيل كان شعري طويل واشده وهيك يعني فنان اي يعني ما يسوي كاركترات يعني لازم اغير انا يعني لحد البارحه غيرت ما كان شكلي هيك صراحه كان هيك يعني هيك كير اللي ما اعرف شنو هوايه واجه الصعوبات بس بالتالي لما العائله يعني من اهلي شافوني اقدم فن حقيقي يليق بالعائله العراقيه رغم هم رافضين الفن لان قبل شويه ذكرنا موضوع كلش مهم اللي هي المفردات وما ادري شنو صحيح العائله بدات تبدع يعني تبتعد عن هذا اي راحت من الفن عافت الفن نسى الفن
بس من شا يعني اهلي من شاف من شافوني اقدم شيء يليق بالعائله يليق بالمجتمع وحقيقي ويمثلني ويشبهني، لا هذا 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 زاد يعني زاد مني دعم ودعموني ووقفوا هواي بهواي يعني هواي هواي اوقات صعبه كانت وكلش يعني فرحان انا بهذا الموضوع. كل التوفيق. والله اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله والنجاح. طبعا نورتنا ان شاء الله، احنا كل ما قصرنا وياك يعني طرحك امام الجمهور. شكرا لحضورك. طبعا اكيد نتمنى لك مزيد من الموافقيه والابداع على الصعيد المحلي وحتى العربي وان شاء الله العالميه لكل شبابنا الموهوبين. طبعا دائما نحرص على انه احنا نكون داعمين في المراحل الاولى ودائما انه احنا نفتخر بهم بالمراحل القادمه. كان معانا المبدع والفنان عامر نافع، لكن مستمر معاكم بمشوارنا الصباحي. خلونا ننتقل الى قلعه زاخ ثم لنا العوده مره اخرى.